دينا هي خاوم فيها رائعه، جات حسن من ديال الريستورا بيتزاريات تاكلوها بالصحه والراحه. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم غنوجدو بيتزا، بيتزا رويال بالكروفيت والفلفل الاخضر والبصله. غنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق فورس، 3 معالق ديال كبار ديال الزيت، خميره، عندنا معلقه نص معلقه ديال الملح، عندنا معلقه صغيره ديال السكر، الزعتر ديال البيتزا يكون نقي ومقاد، وكاس كبير ديال الماء. اذا نبداو على بركه الله، غادي نزلو الدقيق. البيتزا عندنا كروفيت ها هو مش واجد في السوق، يعني كي تشرى منقي ولا تنقي راسك. كروفيت عندنا هنايا الفلفل الاخضر قطع مرصوات صغار، البصله قطع هذه الطريقه، هذه عندنا الزعتر، عندنا الابزار، الملح، عندنا واحد الماطيشه محكوكه، وعندنا صلصه الماطيشه والزيت. هادو هما المقادير اللي كنستعملو في غير_واضح. نزيدو شوية ديال زيت العود، نزيدو شوية ديال العود، أنا غندير شوية زيت العود. غندوزو للتحضير، أنا هادا كنحطو المقلة ديالنا، كنضيفو شوية الزيت، نضيفو الفلفل هي الأولى متوريها هنايا، نضيفو شوية البزار شوية الملحة، نتركوا حتى تحمر معنا شويه، تحمر ماشي تقلى مزيان، تحمر وصافي نزلوه. بنفس الطريقه غنضيفوا البصله، بنفس الطريقه غنضيفوا البصله، قطعناها مرصوات بهذه الطريقه، هذه الطريقه الدائريه. غنضيفوا شويه ديال الملح وشويه ديال البزار، وغنخليوها تحمر معنا شوية. هو القوام ديال البصلة هي طاحت، هنا بقالنا غير مطيشة، نديرو مطيشة، مطيشة ديال اللي حكينا دابا، هاد حبة مطيشة والصلصة. غنضيفو لهم شوية زيت العود، شوية ديال الزهر، شوية ديال الملح، شوية ديال الزعتر، شوية ديال هداك المذاق ديال اللبة ديال الزعتر، وغنضيفو شوية ديال الماء.
وصلت هنا هي وجدة، هي تبارك الله عندها واحد القوام زوين. هي لاباط ديالنا جبدنا من الفران بعد ما دخلناها تحمر شوية، الفران على درجة 200 مدة 10 دقائق تقريبا. ها هي معنا هنايا، دابا غنعدو العشوة. لاصوص مطيشة ونبغي نكريسي ولا بيتزا ديالنا مزيان، هاد لاصوص جوانب البيتزا كاملة. هاد البيتزا هادي كتجي بحال ديال البيتزاريات، ولا أحسن المذاق أحسن من ديال البيتزاريات، لأنها تكون عامرة ودار الدار وهاد مسقونة. هكا كنعملو. كنعملو بسم الله، نعملو الحومة ديالنا ديجا محكوك. هذه هي الطريقه ديال البيتزاريات، نعملو الفرماج هو الاول، جربوا هذه البيتزا هذه وغادي تذوقوها وتعجبكم. نكريسيو حتى هي بحال هاد الشكل هذا، البصله ديالنا. الكروفيت بيتزا اليوم ما شاء الله ديالنا تجي عامرة بالكروفيت، عندنا جاي مذاق، هاي مذاق زوين فيها. هي بيتزا احسن من ديال البيتزاريات، جربوها غتعجبكم. العمل شوف بهاد الطريقة هادي بهاد القوام هذا، الزيتون هي البيتزا ديال النهار، ندخلو نطيب ان شاء الله ونرجع لكم ان شاء الله.